الفنان علاء مرسي قرر خلال استضافته في برنامج العرافة اللي بتقدمه الإعلامية بسمة وهبة وبيتذاع على قناة المحور الفضائية إنه يفاجئ جمهوره ويكشف عن تفاصيل قصة حب عاشها في صمت لأكتر من 25 سنة مع نجمة شهيرة، وده من غير ما يعترف ليها بحبه بكلمة واحدة. أنا ماريا مجدي، وفي التقرير ده هنعرف مين هي النجمة دي وتفاصيل قصة حبه ليها. الفنان علاء مرسي قال من خلال البرنامج إنه من أعظم الممثلين في مصر والوطن العربي، وإن ربنا منحه موهبة كبيرة جداً عارف حجمها، ولكنه غبي وجاهل إدارياً، وإن 5% بس من الفنانين هم اللي بياخدوا ملايين في مسلسلاتهم أو أفلامهم. علاء مرسي قال كمان إن سبب توقف مسيرته الفنية خلال السنين اللي فاتت بيرجع لتدخل الأمور الشخصية في إسناد الأدوار لفنانين معينين، وكمان من ضمن الأسباب الشائعات اللي ترددت في الوسط الفني عليه زي إنه بيشرب مخدرات ومجنون، وده كله كلام طبعاً مش صحيح. وأكد إن الفنانين محمد سعد وكريم عبد العزيز من أشطر وأنجح الفنانين دلوقتي، وإن مفيش إجماع على فنان معين من كل الجمهور. الفنان علاء مرسي ذكر في خلال استضافته في برنامج العرافة إنه من مواليد برج السرطان، وهو برج معروف بإنه حساس ورومانسي، وإنه عاش قصة حب في صمت لمدة 25 سنة مع فنانة كبيرة وهي ميرفت أمين، وكان بينام ويصحى يفكر فيها خلال السنين دي كلها، وما اعترفش ليها بحبه رغم إنهم أصدقاء وقريبين جدا من بعض، ومثل معاها مسلسل واحد بس ما جمعهمش ولا مشهد طول المسلسل، ودي أول مرة يعترف بيها بالسر ده لأنه لما بيشوفها أو بيقعد معاها ما بيعرفش يقول ولا جملة واحدة ليها من كتر حبه. علاء مرسي كشف كمان إنه كان على وشك تصوير فيلم كبير، وقبل أسبوع من التصوير اتصل بيه المخرج وبلغه بإن السيناريست أخذ الفيلم للمنتج والموزع محمد حسن رمزي، وتم الاتفاق على إن اللي هيقوم ببطولته هو محمد هنيدي. ساعتها كسر ديكور ولوكيشن الفيلم ومشي. الفنان علاء مرسي اتولد في 3 يوليو سنة 1965 في مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وعاش لفترة من حياته مع أسرته في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وبعدها رجع لمصر ووالده هو الشيخ مرسي الدمراوي اللي كان من علماء الأزهر الشريف. وحصل علاء مرسي على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك خلال مسيرته الفنية في عدد كبير جداً من الأدوار في السينما والتلفزيون، وشارك في عدد من الأفلام ومنها الفرح وكباريه وهستيريا والطريق إلى إيلات والحرب العالمية الثالثة وطباخ الريس، فوبيا وهلو كايرو، معتوق في بانكوك، بلطية العايمة، كركر، عسكر في المعسكر، ابقى قابلني واوعى وشك، وعندليب الدقي، وشباب تكاوي، وميدو مشاكل، ومعلش احنا بنتبهدل، ويانا يا خالتي، وعوكل، وولاد البلد. كمان شارك علاء مرسي في بعض المسلسلات ومنها ابو ضحكه جنان، من الذي لا يحب فاطمه، حلم الجنوبي، وليالي الحلميه.